فواز، لو تضعنا في تفاصيل المواجهات التي حدثت في شرقي تعز. نعم سالم، المواجهات في الأشد هي في غرب تعز، حيث شن الجيش الوطني هجوما واسعا على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح غرب اللواء 35 مدرع، وتبت الضنين وتبت المدرجات. تمكنت قوات الجيش الوطني بعد معارك عنيفة استمرت لساعات طويلة من التقدم والسيطرة على عدد من هذه المناطق التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، لكن الآن الميليشيات تعاود الهجوم بشكل قوي وعنيف على المواقع التي تمكن الجيش الوطني من السيطرة عليها، بغية استعادة السيطرة عليها من قبل الميليشيات. مصادر في الجيش الوطني في الجبهة الغربية أكد لنا سقوط شهيدين مقتولين من الجيش الوطني وعدد من الجرحى، فيما قتل وجرح العشرات كما قال المصدر من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. المعارك ما تزال مستمرة حتى الآن، الجيش يقول بحسب قيادته أنهم يسعون للتقدم باتجاه مفرق شرعب ونقطة السمن ومصنع السمن والصابون غرب مدينة تعز، وفي منطقة الربيع أيضا الجيش يحرز تقدم من هذه المنطقة. نعم. حتى الآن ما تزال المعارك مستمرة ولم تتضح بشكل واضح السيطرة لمن في هذه المناطق التي تشهد مواجهات. نعم، ماذا عن فواز، ماذا عن الهجوم الذي شنته الميليشيا على مواقع الجيش في دار مزعل وأيضا في جبهة الشقب؟ نعم، في الشقب شنت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح هجوما عنيفا على مواقع الجيش الوطني في جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم، تحديدا في منطقة دار مزعل. بحسب مصدر ميداني في الجيش الوطني فإن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم الميليشيات وإجبارها على التراجع بعد أن كبدها الجيش خسائر كبيرة في الأرواح نتيجة هذه المعارك التي استمرت لساعات طويلة، وتمكن بعدها الجيش الوطني من صد هجوم الميليشيات وإجبارها على التراجع. الحدث الأبرز اليوم هو المواجهات أو الهجوم الواسع الذي يشنه الجيش الوطني في الجبهة الغربية. قبل قليل حصلنا على معلومات من الجيش الوطني أن أكثر من 25 لغما أرضيا انفجرت بالمناطق التي كانت تتمركز بها الميليشيات وانسحبت منها، تمكن الجيش من انتشال هذه الألغام وتفجيرها في مناطق الربيعي تحديدا في القرى المحيطة بمنطقة جبل هان.